أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية بأن مملكة البحرين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بمملكة البحرين. وأشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية بالمواقف التاريخية للأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وأعرب عن شكره وتقديره لدعمهم مملكة البحرين في كافة المواقف التي أثبت عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك.